جديرتي جريدة وقناة في عنوان واحد. البرنامج الوطني لتنمية المراعي وتنظيم الترحال، هذا البرنامج اللي جاء على الصعيد الوطني فتيزني تتبقى جزء من المشروع الكامل، لأنه هذا المشروع جاء بواحد الطريقة شمولية من أجل حل مجموعة نتاع المشاكل نتاع الترحال على الصعيد الوطني. فكيف تتعرفوا فكاين عندنا الرحالة اللي تيجيو لا من الجنوب لا من الشرق لا من جميع الأزلة بزاف تاع المناطق، ولا لاحظتوا انه تيزني تتبقى واحد الوجهه، لانه كي تنقولوا ان باساج يعني الجميع تيدوز منه، وهنايا تيكون هو ملتقى نتاع الجميع هو اقليم تيزنيت. لا لاحظتوا في السنوات الاخيره كاين واحد المشكل كبير اللي هو مشكل ما بين الرحال و الساكنة المحلية. علاش؟ لأنه ولاو الرحال تيوصلوا حتى للدواور، شيء اللي ما كانش شحال هذه، يعني ولاو صراعات كبيرة. وغزمو أنه جاء هذا البرنامج الوطني لتنمية المراعي في هذه الفترة بالضبط من أجل حل هذه الإشكالية، من خلال توفير أماكن لا تكون بعيدة على السكان، من أجل تنفروا على الساكنة أو الكسابة المحليين من أجل يعني تطوير هذا الكسيبة ديالهم، ولكن الفائض فهو تيبقى من أجل الرحال اللي تيجيو من المناطق الأخرى. اللي كاين في هذا البرنامج واللي مزيان هو القانون جاء أنه الرحال قبل ما غادي يجي مثلا لتيزنيت فهو تيعلم من الإقليم منين بغا يجي العمالة نتاع تيزنيت منا وغادي يجي، وحنايا في الإقليم اللي تنوجهوه فين يمشي باش يوصل هذا الغنم ديالو. بالنسبة للمهرجان فهو ما يميزه هذه السنة هو أنه ديجا في هذه الوقيتة، فإذا كانوا جميع المهرجانات تيكونوا في الصيف لأنه تيجي الساكنة، فالهدف ديالنا حنايا هو أنه نحيو تيزنيت في هذه الفترة، لأنه كيف تتعرفوا فمدينة تيزنيت في هذه الوقيتة ما فيهاش واحد المدخول. فهذا المهرجان غادي يمكن انه نحركوا شويه لي زوتيل، الاكل المشرب غادي يكون عندنا، كذلك الجمعيات التعاونيات غادي يتحركوا يعني في البيع نتاع المنتوجات ديالهم، خصوصا ان درنا لهم فتره نتاع 10 ايام في واحد المعرض اللي غادي يكون مفتوح للجميع، ولا غادي يكون فيه تقريبا واحد 40 عارض ما بين لي برودوي تيغواغ وكذلك الصناعه التقليديه اللي ما غاديش ننساوهم حتى هما. اولا هذا المهرجان تنعتبروه مهرجان مهم، تظاهره ثقافيه لها دلالتها. علاش؟ لانها اول تظاهره من نوعها على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الافريقي. ثانيا هذه الطبعه الثانيه بعد ان شهدت الطبعه الاولى واحد الاقبال جماهيري كثيف، ندوات علميه توصيات وخلاصات اغنت وستغني القانون المنظم للمجال الرعوي. ثالثا هذا المهرجان ايضا غيساهم بالنسبه الينا كمجلس جماعي غيساهم في يعني في خلق نوع من الديناميه الاقتصاديه والتجاريه بالمدينه لمده 10 ايام. غيستافدوا التعاونيات الفلاحيه اللي تيبيعوا المنتوجات المحليه، غيستافدوا بقوه من الناحيه الماديه. الفنادق ديال المدينه كلها اصبحت ممتلئه، اصحاب يعني الدكاكين ويعني الفضه الذين يبيعوا الحلي الفضه الملابس الجاهزه الى غير ذلك كلها، يعني غيكون واحد الرواج، خاصة أنه تيتزامن مع ذكرى غالية على جميع المغاربة. هذا كله بالنسبة إلينا ربح، بالإضافة إلى أنه تيخلق واحد الإشعاع للمدينة، هذا أيضا مهم.